وسرور نحييكم بأجمل تحية في انطلاقة أمسية هذه الليلة وشوطنا الحادي عشر أمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. هنا الخاص باللقايا البكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل في مهرجان الوثبة لأبناء القبائل هنا لينطلق على أرضية هذا الميدان في رابع أيام هذا المهرجان. نسير معكم مع هذه الانطلاقة ونسير مع التحديات والإثارة ونبحر في المراكز العشرة الأولى الوثبة لحمد بن السهيل بن نقيرات العامري أتينا على الصدارة وعلى المقدمة بينما هملولة محمد بن خزع بن محمد بن القرين العامري تنطلق على ثاني المراكز والمركز الثالث بحور منصور بن سليمان بن ناصر الشامسي والقادمة هنا الشاهينية مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري من تأتينا على المركز الرابع وخامس مراكزنا إنجاز لسعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي ومن الجانب الآخر تأتينا هنا صايبة السهيل بن حمد بن دليلة باللويع العامري من تنطلق على المركز السادس وعلى المركز السابع. المركز السابع تاتينا نوف ياسر بن الصغير بن عبد الله المالكي والمتسلل الزود المسلم بن حمد بن دليلة العامري من تاتينا في هذه الانطلاقة ثامنا وعلى المركز التاسع تنطلق هنا وتتحدى الكاسبية السهيل بن غانم بن حميد النعيم وعلى المركز العاشر مضمونة لعبيد بن علي بن نويصر المنصوري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم في أول نداء للمراكز العشرة الأولى هنا في هذه المتابعة هنا على أرضية هذا الميدان. نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى الوثبة الذي تلعب على أرضية ميدان الوثبة تحفى هنا في عاصمة الميادين هذا الميدان الذي يحظى أيضا بهذا الحضور الميمون والمشرف من سيدي سمو الشيخ حمدان سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان هنا في انطلاقات وتحديات هذا الميدان. نتابع هنا المسيرة والمركز الثاني المركز الثاني هنا المنطلقة هملولة لمحمد بن خزع بن محمد بن القرين العامري وعلى المركز الثالث والقادمة هذا الشعار هنا أيضا الشهينية القادمة من ميدان التحدي مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري تأتي على المركز هنا الثالث والمركز الرابع بن نويصر. ماذا يقدم هنا الزود الزود المسلم بن حمد بن دليلة العامري من تأتينا على المركز الرابع وخامس مراكزنا بحور لمنصور بن سليمان بن ناصر هنا الشامسي تنطلق على خامس المراكز والمركز السادس المركز السادس والمنطلقة بالتحديات وبالإثارة شاهدينا ومتابعينا الكرام نوف ياسر بن الصغير بن عبد الله المالكي من تنطلق بهذا الأداء وبهذا التحدي المميز الجميل هنا التسلل التسلل من إنجاز لسعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي تأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء المميز. الله الوصول هنا من شهب أول ندى لشهب سهيل بن حمد بن دري الفلاحي يقدم لنا شهاب هذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. أنا التسلل من قبل الكاسبية سهيل بن غانم بن حميد النعيمي والرفيسة ماذا يقدم من الجانب الآخر دفرة حمد بن عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة وعاشر مراكزنا والمنطلقة زعفوري هنا العلي بن سالم بن سعيد المسافري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة لنا عودة إلى الصدارة مع الكيلو
متر الاخير هو الصدارة مع هملولة، من غيرت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول محمد بالخزع بن محمد بالقرين العامري، تنطلق على الصدارة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني هو تأتينا الوثبة حمد بن سهيل بن نقيرات بن دودة العامري، وهنا نوف ياسر بن الصغير بن عبد الله المالكي بدأت تتسلل في هذه اللحظات، بدأت تتسلل بهذا الانطلاق. الله الله، ولكن الصدارة مع هملولة، هملولة مع الأعلام هنا من رفت بهذه الانطلاقة مع الخمسمائة متر الأخيرة وانفرادة هملولة وعصاها راقدة وآمنة، ما صدرت عليها أي أوامر، أداها تلقائي لمحمد بالخزع بن محمد بالقرين العامري المسيطرة على زمام الأمور. سلام مصانع الجنوب، سلام سلام على هذا الأداء المميز الجميل لهملولة لمحمد بالخزع بن محمد بالقرين العامري بهذه الانفرادة الجميلة بدون أي أوامر تذكر، أداها تلقائي وعرضها جميل. تهانينا وناموس ولحظة الوصول إلى خط النهاية بدون أي منافس ولا منازع على الإطلاق، تهانينا وناموس. قامت راس وأدت هذا الشوط راس بامتياز. المركز الثاني نوف ياسر بن صغير بن عبد الله المالكي، وتأتينا هنا أيضا الوثبة حمد بن سهيل بن قيرات العامري على المركز الثالث والمركز الرابع. مشاهدينا الكرام، وصلت هناك بهذا الانطلاق والتحدي المركز الرابع زود المسلم محمد بن دليلة العامري، والمركز الخامس كانت الانطلاقات من انجاز لسعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الاولى، واستطاعت هملولة ان تنتزع الفوز وتنتزع الناموس وتهدي محمد بالخزع بن محمد بالقرين العامري هذا الفوز المميز الجميل والانطلاقة المتميزة بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 28 ثانية وخمسا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أما المركز الثاني فكانت نوف الياسر بن الصغير بن عبد الله المالكي، وسجلت توقيت زمني مقدارة ولحظة وصولها إلى خط النهاية هنا 7 دقائق 34 ثانية وجزء واحد من الثانية. أما المركز الثالث فكانت هناك الوثبة لحمد بن سهيل بن خيرات بن الدودة العامري، وسجل التوقيت الزمني مقداره 7 دقائق 35 ثانية وثلاثا من الأجزاء من الثانية.